من الحاجات الملفتة النهاردة مثلا نتم الإعلان عن تأسيس ما يسمى بالحركة المدنية الديمقراطية. الحركة المدنية الديمقراطية يعني تم تدشينها وبينضوي تحتها حزب الدستور والمصري الديمقراطي الاجتماعي، ويعني والتمسوا لي العذر لو غلطت في اسماء احزاب لان احنا بنتكلم عن كيانات مش عارفين هي ايه. عندنا 106 حزب، فالحزب الدستور والمصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب مصر الحريه وحزب العدل وتيار الكرامه. زي ما حضراتكم شايفين يعني احنا بنتكلم على كيانات واسماء لاحزاب ليست موجوده في الشارع، لكن على اي حال في النهارده تم تدشين هذه الجبهه المدنيه الديمقراطيه. الجبهة دي أصدرت وثيقة فيها 11 بند، لما تلاقي هم بيطالبوا بإيه مثلا، وخليني أقول لحضراتكم مثلا، يعني هم بيطالبوا هذه الجبهة بتطالب بدولة مواطنة تطبق بشكل صارم مواد الدستور والقانون جميع بلا استثناء ولا تمييز فيها على أساس الدين أو العرق أو الطبقة أو الفئة أو النوع. كلام حلو كلنا بنقوله، يعني الدولة نفسها بتقول، فلما يبقى في حركه سياسيه طالعه فبتتكلم من دوله مواطنه، كلنا عايزين دوله مواطنه. بتتكلم على فكره ايه؟ صيانه حريات التفكير والتعبير والتنظيم والاحتجاج السلمي التي يكفلها الدستور وينظمها بمجرد الاختيار، وتحقيق التكافؤ التام في الفرص بين المتنافسين في كافه مجالات العمل العام سواء فيما يخص التوظيف او الانتخابات بكافه مستوياتها لتحظى مصر بالاكفأ والافضل في كل مجال. ده رقم 2. من الحاجات برضو اللي قالها بيان تدشين الجبهة أو الحركة المدنية الديمقراطية، قال أنه بتطالب بمواجهة الفساد بتفعيل مبدأ الشفافية والرقابة الديمقراطية من خلال مجالس نيابية ومحلية منتخبة بنزاهة وإعلام حر، ياريت يعني احنا نكره نطالب احنا كمان بالإعلام الحر، وأجهزة رقابية مستقلة ومعاقبة لصوص المال العام لا رد اعتبار. كلام حلو والله. كمان تشغيل برضو تشغيل كافة الطاقات الاقتصادية المعطلة وتطبيق الأسلوب العلمي في تحديد أولويات استخدام الموارد وتحفيز القطاعات الإنتاجية وتطبيق قواعد المنافسة التي تمنع تغول مؤسسة أو فئة على غيرها. كلام حلو منمق ومنظم، وقدامي جبهة حركة المدنية الديمقراطية اللي هو بقى فيها مين؟ فيها حمدين صباحي، فيها احمد البرعي، فيها هشام جنينه، فيها معصوم مرزوق، فيها يحيى حسين، اسماء. هي المشكله هنا ايه؟ المشكله انه لما جبهه زي دي بتطلع او حركه زي دي بتطلع، سيبك انه في الكواليس السياسيه انه هذه الحركه المدنيه الديمقراطيه خرجت بعد فشل جبهه تضامن للتغيير اللي كان عاملها ممدوح حمزه. انتوا عارفين كده ايه، من شهرين ثلاثة تم الكشف عن جبهة بيقودها ممدوح حمزة اسمها تضامن للتغيير، وكان فيها خلاف جوه مين يأيد مين، وفي ناس عايزة تأيد شفيق وناس عايزة ما تأيدش شفيق وكلام من ده. طبعا حركة تضامن للتغيير دي بتاعت ممدوح حمزة فشلت، وممدوح حمزة شكله كمان داب هو كمان، لانه فاكرين لما مشي بعد قضية الرشوة اللي في مكتبه قال انا راجع 2 ديسمبر، احنا بقينا 13 اهو، يعني 13 ديسمبر ولا حس ولا خبر. هو كان راجل راح يعمل عمليه في المانيا، وبعدين راح فرنسا قبل ما يروح المانيا، وقال انا راجع 2 ديسمبر وانا ما خرجتش وما مشيتش، احنا بقالنا اهو لعل المانع خير يعني. فالجبهه اللي طالعه النهارده دي بتقول كلام يخاصم العقل ويخاصم الواقع، يعني انا مع انه يبقى في تعدد الاراء السياسيه في البلد، اه طبعا انا مع انه يبقى في احزاب قويه، احزاب سياسيه قويه في البلد، اه طبعا انا مع انه يبقى في شخصيات كاريزميه في السياسه فتقول خطاب وتقول كلام نسمعه ونقتنع به، اه طبعا كويس. لكن ما يحدث انه مثل هذه الحركه المدنيه الديمقراطيه التي تم تدشينها وضمت احزاب زي ما بقول لحضراتكم، يعني احنا لو عملنا اختبار كده للساده المشاهدين وقلنا يعني تعرف الكيانات دي ولا لا، حزب الدستور، حزب العدل، يعني حزب العدل ده خلص، داب في يعني داب في الهوا شاشي، ما فيش حاجه اسمها حزب العدل، حزب الدستور ما فيش حاجه،
الحزب الديمقراطي الايه المصري الديمقراطي الاجتماعي، مفيش. طيب هذه الكيانات قالت هعمل حاجه، اهلا وسهلا، يعني عندي مجموعه احزاب سياسيه قالت انا جايه اعمل حاجه، تعالوا يا جماعه نسمع ليه البيان. زي ما قلت لحضراتكم كلام عام في المطالبات العامه اللي هي مفيش موقف واضح جدا، وكلام كمان يخاصم الواقع، لانه الناس دي تقريبا والله بره التاريخ، بره الجغرافيا، بره الامر الواقع اللي انت موجود فيه. بلد بتحارب الارهاب، عندها ازمات اقتصاديه، عندها مشاكل، عندك فيه واللي يخبط واللي يزعل يخبط مخه في الحيطه، يعني اللي يقول لك انتوا بتؤمنوا بنظريه المؤامره، عندك فيه مؤامره دوليه على تفكيك المنطقه، وهو طالع بيتكلم في حاجات انه الايه صيانه حريات التفكير والتعبير والتنظيم والاحتجاج السلمي التي يكفض وينزل بمجرد الاخطار. طب ما هو انت عملت اخطار في الـ في الـ في المظاهره بتاعه القدس، والناس وقفت قدام النقابه وهتفت للقدس تعظيم سلام، وبعدين بدات تهتف والجيش والبلد والناس والرح. لا، انت هنا بتتكلم عن وضع حرج لابد من ادارته بشكل احترافي، ولابد ان يتعامل السياسيون المصريون بشكل من النضج عشان نسمع الكلام، يعني يبقى الكلام يتعقل. يجي بقى حمدين صباح، يجي هشام جنينه، يجي معصوم مرزوق، يجي مرزوق معصوم، اي حد بيتكلم. فانت كبلد محتاج ان النخبه السياسيه والثقافيه تتخلى عن عنادها، وتتخلى عن ذاتيتها، وتتخلى عن انانيتها، وتتخلى عن نظرتها لمصلحتها الخاصه، وتبص للبلد شويه وتشتغل. الجبهه دي تطلع مرشح، احنا في ايه؟ في عرض مرشح قوي. بس يطلع يتكلم في الثوابت المصريه الوقت اللي موجوده، عندك مشروع بيكمل، هتعمل ايه؟ تعمل ايه؟ الجبهه دي خطرها ايه بقى؟ انه الجبهه دي بتتكلم فكره العداله الانتقاليه، برضه محدش يكره العداله الانتقاليه. لكن عندما يخرج هذا الكلام من هذه الجبهه ومن هذه الاسماء ويقول لك العداله الانتقاليه، تتحسس راسك، لان انت الناس لازم تسالهم عن فكره الاخوان والمصالحه، لان دول دعاه المصالحه مع الاخوان. وانا عايز اقول لحضراتكم للمره العاشره، مفيش حاجه اسمها مصالحه مع الاخوان، يعني مفيش حاجه اسمها دوله بتتصالح مع جماعه. لكن في دوله بتستوعب مواطنين، يعني انت كنت في لحظه معينه عضو في جماعه، هذه الجماعه ارهابيه، عايز ترجع تبقى مواطن عادي، اسمك علي حسين ابراهيم محمدين، ارجع. طيب رجعت، مالهاش دعوه بقى بالجماعه بتاعتك. طب انت ارتكبت عنف، حرضت على عنف، اشتغلت في حاجه ضد هذا البلد، اللي عمل كده يتحاسب. ما عملتش اهلا وسهلا، اتفضل كمواطن. جيش بقى تقول لي اعمل جماعه وليها مرشد ومكتب ارشاد وهيئه مش عارف ايه وبتاع، مفيش. مفيش، ومفيش في بلد يبقى فيه هذا الكيان موجود ويقول لك المرشد وبتاع، عندها بقى خلاص. فاذا انت هنا عندك جماعه، وعلى فكره انا اعرف ان هناك دوائر في الدوله المصريه لا تمانع في استيعاب فكره استيعاب المواطنين كمواطنين. انت مواطن، مواطن زيك زي غيرك. انما انت تيجي تتكلم فتقول لي دوله تقعد تتصالح مع جماعه، هذه الجبهه اللي بتتكون النهارده في الغالب ده هيبقى على اولوياتها. ليه؟ لان انت عشان تيجي تقدم مرشح ضد مرشح وضد الرئيس اللي موجود، فانت هتبحث في اصوات من هذه القطاعات وهذه الجماعات وهذه الفئات. المساله مش سياسه، المساله مش منافسه، فانت بتجند ناس عشان يساندوك. مساله بلد. فاذا كان عندك مشروع يتسق مع مشروع 30 يونيو اللي هو زي ما قلت لحضراتكم مشروع ضد الحرب على الارهاب، المشروع يقوم الحرب على الارهاب ويقوم للتنميه ويقوم على دوله قرارها مستقل، ده المشروع اللي احنا شغالين عليه. اللي جاي في هذا المشروع اهلا بيه، اهلا وسهلا. لكن عشان تبدا تاني تقلب الارض وفي ثوابت استقرينا عليها فتبدا تناقشها وتبدا تشتغلها. فاذا هذه الجبهه الحقيقه كلام مرسل، كلام عام، اللي هو زي ما بقول لحضراتكم كلنا بتقول وانت بتقول ده في الشارع، عاوزين نعمل ايه يا سيدي؟ الطاقات، تشغيل كافه الطاقات الاقتصاديه المعطله. لا والله حقيقه انت بتضيف ايه هنا؟ يعني انت بتضيف ايه؟ بتعمل ايه؟ في دوله كامله بتشتغل وناس بتترجى ربنا انه الامور تمشي والعجله تمشي والمشروعات دي تبدا تؤتي ثمارها،
وناس تانية لسه قاعد بيتكلم واقف عند النقطة صفر مش شايف اللي براه ايه. فاذا ده نوع من التقييم يعني الـ 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 الحركة المدنية الديمقراطية اللي بيقودها دلوقتي او وقع يعني على بيان تدشينها حمدين صباحي واخرين دي حركة خرجت دشنت لا اعتراض على وجودها. لكن انا بقول يا جماعة عشان نشتغل في ايه، نتكلم في ايه عشان نسمعكم. وزي ما بقول لحضراتكم اهو مفيش اخفاء، يعني هما الناس دي يعانوا احيانا من الايه من التهميش، يعني يعانوا احيانا يقول لك ما حدش بيتكلم علينا. لكن فاحنا بنقول اهو الناس بتعمل ايه وبنشوف هنعمل ايه. طيب انا يعني خلوني اسمع برضو من اللواء محمد الغباشي مساعد رئيس حزب حماة وطن. اهلا بيك يا سيادة اللواء. اهلا بيك يا فندم. حضرتك تابعت التدشين هذه الحركه؟ والله يعني انا هقول لسيادتك حاجه، يعني من الافضل ان احنا لا نهتم بمثل هذه يعني الاصوات. انا شايف ان سيادتك يعني وبرنامجك يعني انت بتقدم معلومه جيده وبتعمل حوار جيد وبتناقش احداث، يعني خلينا ما لان لما الدكتور محمد الباز يناقش حاجه زي كده في برنامجه انا متهيألي ان انت بتديهم اكتر من حقهم. ما هو سياده اللواء بس احنا عندنا لسنا وحدنا في هذا العالم، وانه في منصات اخرى والناس بتشوفها فبيطلع هذه الموضوعات تتناقش ويتكلموا، فيبقى هم بس صوت فالناس بتسمعه. احنا بنوضح للناس حدود المسألة، يعني لا نمنح أحد أكبر من حجمه، ولكن بنقول لأنه أنت عارف لو يعني لو الصوت واحد المنصات الإعلامية واحدة كنا قلنا في أولويات فعلا والله، وما أضعناش هذه الدقائق في هذا الموضوع، لكن لأنه بتتناقش في منصات تانية وحضرتك عارفها. يعني خليني أقول لسيادتك حاجة. اتفضل. أولا هذه الكيانات هي بس تبحث عن بؤر الضوء أو فرقة إعلامية، هذه الكيانات ليس لها حقيقة تواجد في الشارع وليس لها أي يعني أنصار ولا أي مراديين ولا أي حد. نبص للكيان اللي كان موجود، وأنا برضو مش هقول على اسمه وأقول على مين كان بيأيده ومين بيساعد فيه، وشوف تمام. الكيان الجديد مين بيأيده ومين بيساعد فيه، هتكتشف إن الموضوع يعني إيه. يعني أنا مش هبقى أقول إن هو كذبة كبيرة، كيانات بس طالعه حاجه من اثنين، يعني هم عندهم اغراض حاجه من اثنين، لان يعني هم يبحثوا عن الشهره ويبحثوا عن حد يركز عليهم اعلام، او ان هم يكونوا بيدوروا على حد لما يعملوا هذا الراي وهذا الكلام يديهم اي تمويل من التمويلات المشبوهه من الناس اللي هي عايزه تاذي البلد. لكن المواطن المصري يا دكتور، المواطن المصري بقى عنده يعني قدر عالي من الوعي. انا بدي محاضرات الامن القومي للشباب في كل مصر. لما بتيجي سيره هذه الكيانات الناس فاهمه وواعيه وعارفه مين هم الاشخاص دول والاشخاص دي بتشتغل لصالح مين وايه هي اهدافهم ونتائجهم. كل المواطنين على وعي بالكيانات دي. الناس اتخدعت في يناير 2011، وانا واحد من الناس بعترف قدامك ان انا كنت مخدوع في الاول، ولكن تيقنت ان دي مؤامره كبيره معموله باحكام للوطن عشان نقع فيها. فاذا هناك بعض الكيانات يا اما بتبحث عن التمويل يا اما بتبحث عن الشهره، وهذه الكيانات من يعيد ذكرها بيديها قدر من الأهمية وبيديها يعني ما نتكلمش عنها تاني يا سيادة اللواء. يا فندم مالهاش وجود لا في الشارع ولا في عقول المواطنين. طيب خلينا احنا بس ايه، يعني انا بقول لحضرتك وجهة النظر انه يعني هذه الكيانات بيتم التقاطها، ومن المهم ان احنا يعني في مش من نوع من التبصير، ولكن يعني حاجة موجودة في المجتمع يعني لازم نشتبك معاها. أنا يعني أنا رأيي الشخصي إن لا، أنا بحترم طبعا رأي حضرتك جدا، على دماغي رأيك. أنا طبعا أنا طبعا يا فندم ربنا يبارك فيك. الإهمال وعدم ذكر هذه الكيانات تموت وتضمر لوحدها، لكن إعطائها قدر من الاهتمام ومناقشة تصرفاتها بيخليهم يظهروا أكتر على الساحة، بيقولوا القناة الفلانية
في ناس بتبقى بتظهر اعلاميا بغرض ان هي تتشتم او بغرض ان هي حد ينتقدها بشده او بغرض ان حد يمارس ضدها عشان يقولوا ده بيعملوا لنا ارهاب، ده القنوات، صحيح، ده الدوله بتسلط علينا اعلامها، ده 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 ده. فانت وبالتالي بيقوموا باحثين عن اشخاص اللي جايبين التمويل او اشخاص اللي بيسعوا لهدم البلد، وفي اشخاص معروفين ومحددين بالاسم واخدين فلوس من المنظمه الفلانيه والمنظمه الفلانيه، وفي ناس معروفه وبالاسم صحيح تتلقى تمويلات، وفي ناس بتبحث عن هذه الكيانات ودول واجهزه مخابرات تبحث عن هذه الكيانات الوهميه اللي بتعمل اثاره وتعمل ضوضاء حوالين نفسها عشان تبقى في بؤره الضوء، تقوم تتلقى تمويل. وكل ما احنا ناقشنا وقلنا فلان ده كذا وفلان ده كذا، فكل ده بنزود، احنا كده بنزود التمويل بتاعه، بتزود التمويل وبتدي له اهميه. هو لو ما حدش جاب سيرته هيقع يموت يضمر ويموت. صحيح صحيح، لانه ملوش اهميه وملوش تواجد في الشارع. صحيح، بشكر حضرتك جدا ست لواء. طيب.